صباح الخير عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، ان شاء الله تكونوا كامل فرحانين وافعلوها للمره الثانيه. نوض بكري ونصور لكم فيديو، راني بزاف ميته بالفرحه. على كل حال، في الحقيقه الفيديو تاع اليوم هو فيديو مختلف تماما على الفيديوهات اللي كنت درتهم لكم اليامات اللي فاتوا، اللي هي على الدراسه في تركيا، العمل، ومازال فيديو راهو جاي على العقار اللي راهم يقولوا لي كامل في التعليقات العقار والعقار. ان شاء الله راني شفت لكم الاستاذ احمد، وهذا الاستاذ احمد هو المسؤول على العقارات تقريبا هنا كامل في اسطنبول. راح ندير لكم فيديو عليه باش هكا ما يوليش عندكم اي سؤال. وفي الفيديو تاع اليوم في الحقيقه فيديو بزاف سالوني عليه، اللي هي رحلتي كيفاش انتقلت من متخرجه في الجزائر الى استاذه ثانوي في مدارس دوليه هنا في اسطنبول. كيفاش بديت وش هي المراحل اللي درتهم وكيفاش وكيفاش. اذا حابين تعرفوا خليكم معايا. اول حاجه لازم تعرفوها عليا انا متخرجه فيزياء نظريه، عندي ماستر من الجزائر، تحديدا من جامعه البليده. لكم وشو هي الصعوبات اللي واجهتها، لانه حقا حقا للاسف شديد في الجامعه الجزائريه مازلنا نقراو بالفرنسيه، وهذا الشيء بالتحديد سبب لي مشكل كبير في حياتي المهنية، بحيث أنه أي شيء خارج الجزائر راح يكون كله بالإنجليزية. اللغة الفرنسية راح تحبس عند الجزائر، لأنه حتى في بعض الدول الفرنكوفونية عادوا يديروا رسالات تخرج تاعهم ولا حتى يقرأوا باللغة الإنجليزية. فهذا الشيء اللي راح نبدأ لكم به اليوم. في 2013 لما دخلت للجامعة وخيرت التخصص تاعي فيزياء اللي هي علوم المادة، كان عن بالي بلي من الصعب جدا أن نصيب بها خدمة، خاصة الوضع تاع الأساتذة نعرفه كامل في الجزائر. لذلك كنت عن بالي أنه إذا دخلت الفيزياء لازم ندير حل، إما نخرج إما ندير مشروع إما ندير أي شيء، لأنه مستحيل نخرج وثمثم نصيب خدمة. مش مستحيل أكيد، لكن من الصعب نخرج ونصيب خدمة. لذلك هدفي الأول بعد دخولي الجامعة كنت نشوف دي بورس برا الجامعة، لكن للأسف كانوا لي بورس صعب، وكان الوضع يعني بالنسبة لي خاصة كان صعيب بزاف باش نخرج الوقت هذاك. لذلك انتقل هدفي الثاني من الدراسة في الخارج إلى إيجاد عمل في الخارج بأي ثمن من الأثمان. بعدين شفت وضعي الدراسي، شفت باللي انا راني نقرا باللغه الفرنسيه، لذلك راح يكون عليا صعب اصلا انو ندير معادله وانو اصلا نخدم في الخارج بالدبلوم تاعي. ايبا واش اول حاجه درتها؟ قويت لغتي الانجليزيه، خاصه لا تيرمونولوجي اللي هي المصطلحات العلميه تاعي. ما نقدرش نقول لكم هذه الحاجه درتها في عام ولا عامين، درتها في قداش نعم وما زلت ندير فيها لحد الان، اللي هي تصحيح المصطلحات خاصه اللي راهم يقراو علمي. المصطلحات باللغه الانجليزيه والمصطلحات باللغة الفرنسية مختلفة تماما تماما، يعني تقدروا تقولوا كأنكم راكم تقراوا في علم واحد اخر كامل كامل. ثاني شيء اللي درتو انه حولت دراستي مقداش مرة، يعني قريت فيزياء نووية، بعد ذلك انتقلت لنانو تكنولوجي، بعد ذلك قريت لفيزيك تيوري. ممكن تقولوا لماذا هذا التحول بزاف؟ الحسب وش حسيت انه العالم محتاجه. يعني مثلا اذا تخرجت انا فيزياء نووية وش راح ندير بها؟ اكيد راح ندير بها ولانه علم كبير، لكن هل يمكنني حقا ان اضمن عمل بهذا التخصص بالتحديد؟ ولا حتى اذا كملت الدكتوراه هل يمكن حقا ان اعمل بالدبلوم تاعي؟ وانا كما تعلمون راني بالخمار ومسلمه والى ما ذلك، حسيت انه اذا بغيت نروح بعيد بهذا الدبلوم مستحيل، ولا راح يكون صعب جدا نروح بعيد بهذا الدبلوم. بعد ذلك حولت للنانو تكنولوجي، درت بها الليسونس تاعي وتخرجت بالنانو تكنولوجي، وهذا في الحقيقه كان اقتراح تاع خالي شريف ربي يحفظه ان شاء الله، هو اللي قال لي النانو تكنولوجي، وكان علم جديد تماما. كملت بالنانو تكنولوجي، لكن كما كان الحال زدت حوست وفي الانترنت يتو شفت بزاف حوايج في الانترنت، عرفت انه بالنسبه ليا كذلك النانو تكنولوجي ماهيش راح تديني بعيد اذا حابه نروح بعيد بقرايتي، بحكم انه علم جديد وذلك فيه احتكار شويه لبعض الدول من العالم الاول. لذلك قلت انا ماشي تاعي دوكا.
بعدها طلعت الماستر وغيرت لبرونش كامل من نانو تكنولوجي لفيزيك تيوريك. فيزيك تيوريك كانت بالنسبة لي صعيبة بزاف، صعيبة صعيبة، وأي واحد قرأ فيزياء نظرية راح يعرف وش الصعوبة تاعها. نبدأوها من لا فيزيك كونتيك إلى في تيوري دي شو، يعني مواد حرفيا يعني جامي تعمقت بها لهذيك الدرجة. فكنت نقرأ صباح وعشوة باش نجيب العوام تاعي ونطلع العام تاعي بطريقة يعني محترمة، والحمد لله كما كان الحال. هذا بالنسبة لاختيار التخصص تاعي. بعد ما وصلت رسالة التخرج قررت بدل ما نديرها باللغة الفرنسية نديرها باللغة الإنجليزية، على الأقل إذا حبيت ندفع دوسي تاعي للخارج، سواء باش نكمل قرايتي سواء باش نخدم، راح يكون عندي مستند قوي، لأنه رسالة تخرجي راح تكون باللغة الإنجليزية وهي يعني لغة عالمية يفهموها كامل. جه تحية لكل الأساتذة تاعي اللي كانوا يقروني في الماستر في بليدة، يعني حقا داروا معنا عمل روعة روعة، وما زلت نلقى الثمار تاعو لحد الآن. تخرجت في 2019 باللغة الإنجليزية والحمد لله المعدل تاعي كان جيد جدا. حول المرحلة الثانية اللي هي ما بعد التخرج والبحث عن عمل. في خلال عملي الماستر وفي خلال كذلك دراستي الليسونس كنت نقري فيزيك في نفس الوقت، سواء كانت في مراكز خاصة سواء كانت يعني دروس خصوصية. زدت بزيادة كي رحت سافرت مع ايزاك زوج خطرات، يعني تعلمت كيفاش نقري حتى الأجانب، لأنه أنا الأجانب قريتهم اللغة الإنجليزية في تونس في إسطنبول وإلى ما ذلك. يعني حتى رجوعي إلى إسطنبول في 2019 ما كانش حاجة جديدة، يعني كنت عم بالي وش راني حابة ندير. وحبيتكم تعرفوا أن حياتي المهنية انتقلت من 1 إلى 10. كيفاه يعني؟ أنا جيت لإسطنبول في 2019. كي جيت لإسطنبول يعني أول توجه لي كان أنه نبحث في مدارس سواء خاصة سواء حكومية، لذلك حتى المدارس الحكومية توجهت لهم بالسيفي تاعي. لكن لازم تعرفوا كذلك كاين مرحلة ما بين المرحلات اللي هي تعلمت كيفاش ندير انترفيو صحيح، وكيفاش نكتب سيفي بنفسي. جامي رحت لأي واحد باش نكتب السيفي تاعي، لأنه أغلب السيفيات اللي راني نشوف فيهم هي صور تبقى الأصل، يعني حتى أنه نقدر نقول لكم سيفيات مملة. لذلك تعلمت كيفاش نكتب سيفي بروفيسيونال يعني جذاب اللي يشوفه يبغي يقراه. هذه وحده. ثاني شيء قلت لكم تعلمت كيف ندير انترفيو. على كل حال هذو الامور ممكن تتعلموهم من الانترنت، ممكن تتعلموهم كذلك من القناه تاعكم، تلقاو فيديوهات كيفاش نكتبوا سي في، كيفاش نديروا انترفيو. واذا حابين نزيد ندير لكم على الانترفيو قولوا لي باش ان شاء الله ندير له خطه وندير لكم فيديو عليه. خبرتكم رحت توجهت للمدارس الخاصه والمدارس الحكوميه. بالطبع المدارس الحكوميه اللي هنا في تركيا تقبلوا السي في تاعي، لكن خبروني بطريقه غير مباشره، لانك ما كيش تركيا ماشي ممكن تخدمي عندنا. لذلك كانت الوجهه تاعي الثانيه اللي هي المدارس الخاصه، وبديت في مدرسة اللي قدمت فيها على أساس ذات ابتدائية، نقري الرياضيات نقري العلوم نقري كلش باللغة الإنجليزية. وهذه كانت الخطوة الأولى بالنسبة لي، لأنه أنا كانت عندي صعوبة باش نقري هذو المواد خاصة الرياضيات والسيونس باللغة الإنجليزية، على الرغم أنه نتحدث اللغة الإنجليزية لكن العلم والتدريس شيء مختلف تماما. وفي هذه المرحلة تحديدا بدأت علاقتي باللغة الإنجليزية تصبح علمية أكثر من أنها مجرد لغة. هذه المدرسة قريت عام بالكامل، وأول ما بديت قريت بالمنهج البريطاني اللي كان شوي صعيب، وهنا قلت لكم بدأت تبدل علاقتي مع اللغة الإنجليزية تماما. في عام الثاني انتقلت باش نقري في السويم، قريت رياضيات والعلوم بمنهج أمريكي كان هو الماكرو هيل، اللي كان السبب الثاني باش داني نقلة نوعية في اللغة تاعي في الثقافة تاعي في كل شيء. يعني حرفيا اللي كنت قريته في المدرسة وفي الجامعة عاودت قريته من جديد لكن بلغة ثانية. بعد ما شفت أني قادرة باش نعطي وش وليت انتقلت للمرحلة الثانوية. قريت في مدرسة أمريكية بحتة، يعني حرفيا لازم تكون متمكن في اللغة الإنجليزية تماما، لأنه كلمة واحدة بالعربية ما كانش. الحمد لله في هذه المرحلة كانت عندي ثقة كاملة في نفسي أنه نقدر نخدم ونقدر نقري باللغة الإنجليزية.
كملت معهم. بعد ذلك انتقلت لمدرسة ثانية اللي هي مدرستي الحالية، وبهذا كانت الرحلة تعي من تخرجي إلى أن أصبحت أستاذة في الثانوي. ولكن حبيت نعطيكم سر صغير، أنه كي كنت نقرأ حقيقة ما كنتش باغي نقري أبدا، لأنه التعليم ماشي كان من أحلامي صراحة. لكن وش عرفت أنه التعليم على الأقل لبعض الأعوام راح يعلمكم بزاف صوالح، يعلمكم حرفيا بزاف صوالح، يبدلكم شخصيتكم، يبدلكم معلوماتكم، يعطيكم نظرة ثانية للعالم. قبل ما نختم الفيديو هذا، حبيت نعطيكم نصائح صغيرة لأي واحد حاب يتحسن في المجال تاعو. أول شيء، عليكم بالفيديوهات في المجال تاعكم، عليكم بأشياء خارجية ماشي فقط وش قريتو، لأنه لو تحبسوا فقط وش قريتو مستحيل راحين تقدروا تعطوا. لأنه صراحة أوكي في الجزائر ناخذوا لا تيوري بشكل جيد جدا، لكن صراحة نحتاج إلى شيء عملي أكثر. يعني كل شيء اللي أخذناه راح يظل في لا تيوري للأسف شديد، لكن باش تنقلوا من لا تيوري للبراتيك لازم لكم تخدموا على روحكم، منها تعلم لغة جديدة. لكن لغة جديدة هذه لازم تكون مطبقة على العلم اللي عندك، سواء قريتوا علم النفس، سواء قريتوا ميدسين، سواء قريتوا وش قريتوا، لازم العلم تاعكم تبلوروه بلغة وتكونوا قويين فيها. وحبيت نقولكم ما تيأسوش ما تيأسوش، لأنه أي واحد في الدنيا هذه عافر باش يوصل المستوى تاعو، وكل ما توصلوا لمرحلة تحسوا باللي مازال وراح نزيدوا تطلعوا وتطلعوا وتطلعوا. وبهذا أصدقائي صديقاتي، نتمنى فاتكم الفيديو تاع اليوم، كانت تجربتي وحكايتي الصغيرة كيفاش تخرجت وكيفاش صبت خدمة في دولة أخرى. ما نقدرش نقولكم الطريق سهل، لكن طريق مش مستحيل، واي واحد قادر يديره بالاراده وبالاصرار ان شاء الله. قبل ما نروحوا، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتخلوا لي رايكم في خانه التعليقات. قريب نوصلوا 10000 صديق وصديقه، وانا راني بزاف فرحانه وبزاف متحمسه نشوف هذاك الرقم في القناه ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا الفيديو اذا عجبكم، واكيد اكيد اراكم في فيديو جاي.